ايه يا ست واعد، انت كل شويه كده عماله بتظهري مفاجاه وتخضيني. تخضيني؟ بقول لك ايه، سيبك بقى من جو السهتله انت عايشه فيه ده وكل شويه تظهري ازاي. دي حكايتك بالظبط. حكايتي يا ست وعد، هو انت عرفتي حاجه؟ عرفت كل حاجه. عرفتي ايه بالظبط؟ هو مين؟ هو مين ده اللي هو مين؟ هو مين ده اللي هو مين؟ حبيبك اللي ساكن في الحسين. ده سموي عشان حضرتك تفتكري ان انا بحب واحد متدين، بس الصراحه هو ساكن في الدراسه. دراسه؟ كده بقى نبتدي نلعب. فهد، فهد، لطفي. الله، هما راحوا فين؟ اللي ما في حد استناني في المطار، وكمان ما فيش حد موجود في البيت، وغيروا ارقام تليفوناتهم. يا ترى راحوا فين؟ فهد، فهد. رحت. انا ما يهمنيش انك ساحره ولا مش ساحره، انا بحبك وعايز اتجوزك. يا راجل يا احمد، انت ايه؟ ما بتحرمش؟ مش هحرم، مش هحرم. انا من اول يوم شفتك فيه وانا مش عارف حصل لي ايه، ما بقتش انام خالص، بفكر فيك ليل ونهار، ولما عرفت انك ساحره حبيتك اكتر. يا راجل انت، اعمل فيك ايه تاني؟ اعملي اللي نفسك فيه. بجد؟ يعني اسخطك قرد ولا ها؟ بحبك بحبك بحبك. اهو تعرف بقى، لو هوهو والله نطقت هسخطه ايه تاني ده؟ بس الهوا بيتعفرق. انت كنت فين يا ماما؟ كنت في الكويت يا حبيبي، مش انت عارف ان انا بشتغل مدرسه هناك؟ امال ليه بابا قال لي ان انت عند ربنا؟ تلاقيني ياسي زي عادته ومعرفش يفتكر انا فين. ده نسينا انا يا ماما، وقفل عليا الشقه وسافر اسكندريه. يا حبيبي، طب وانت عملت ايه؟ رحت قعدت عند طنط رعد وبناتها. وما كلمتنيش ليه يا فهد؟ ما هو بابا نسي موبايلي وموبايلي وما عرفناش هو نسيهم فين، ولما سالته عليكي قال لي ان انت عند ربنا. هقول ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه كده، قربت اوصل للتوليفه المناسبه للزيبق الاحمر، وهبقى اول واحده وصلت لتركيبه الزيبق الاحمر في العالم. وهكون اشهر من اشهر ساحر في العالم. بس لازم اجربه. سعد، هجربه على سعد. هو فين الواد ده؟ انا طول الليل وانا سهران على التجربه دي. انت عارف يا سعد، الاكتشاف ده هيتكلم عنه كل الانس والجن في وقت واحد. اكتشاف ايه واخترعات ايه يا ست المخترع انت؟ شششش، بطل دوشه وما تخرجنيش من تركيزي. انت هتدخل معايا التاريخ يا غبي. تاريخ وجغرافية ايه؟ انت محضره فرطه جارب؟ انا جني يا هانم، جني. بطل دوشه واديني دراعك. دراعي؟ دراع لا، انا بخاف من الحقن. سعد. ايه؟ اسمع الكلام يا سعد. الحمد لله، سعد مات. الهوا بيتعفرق. مين دي؟ دي ماما يا بابا، ورجعت من الكويت. انت مش هتفهم الدهولة اللي انت فيها دي يا راجل. انت في حد ينسى مراته برضو؟ مراته؟ مرات مين؟ يا بابا مراتك اللي هي يا ماما جات من الكويت مش من عند ربنا زي ما انت ما قلت. نادية مراتي؟ يعني انت ما متيش؟ فعلا لا ولا فعلك يا اخي، انت خلاص اتجننت. انت يا راجل انت مش موصلاني لغايه المطار ولا مسافره الكويت. امال انا خدت عزا مين وحزنت شهر بحاله على مين؟ تكونش مرات صلاح صاحبي هي اللي ماتت؟ عزا
اهلا يا دكتور، تاخرتوا كده ليه؟ فين المريض؟ اتفضل فوق. وانا كمان دكتور. يا نهار قصر، يلا يلا، ما هو الميموت زيك برضه. اتفضل. المصيبة أحسن يموت ويعملها قبل ما يكتب للقصر المنايل يخيبك. ايه عنده ايه؟ امتى اتكلم؟ غريبة قوي البني ادم ده، لا عنده لا قلب ولا نبض ولا في اي حاجة شغالة، حاجة غريبة قوي. وانت مالك انت؟ خد صورني معايا يا دكتور. صورك معاه؟ انتوا جايين تصوروا ولا جايين تكشف عليه؟ هي كله من الحقنة ده، بس يا رب يطول. انتوا مجانين؟ هو فين؟ هو فين؟ استنى على دكاترة في عناية ونص ضربة للشفاعة بره. ناس ما بتجيش الا بالعين الحمراء. لا كده بقى لازم اتصرف. هو انا ابني اسمه ايه؟ يا نهار ابيض، انت كمان هتنسى اسم ابنك؟ ابنك اسمه فهد. اه فهد. طب انا بقى اللي كنت معاكي في الكويت ولا فهد هو اللي كان معاكي في الكويت؟ يوه انا بقيتش عارفه انت فاكر ايه ولا ناسي ايه. يا سيدي ابنك كان معاك هنا في الشقه لما نسيته لولا وعد. يوه انا كمان بقيت بنسى، ازاي ما سلمش على امتها واشكرها؟